اتوقع انكم راح تشوفوني قاعد على البحر وعم بصيد سمك، وفراي بيت مكسر او بيت مو كامل في كنتوره. يب، حمزة جرأ واجا، ما توقعت انه يجي بهاي السرعة، يعني من اول حلقة يجي يسرقني. لكن اللي صار انه مثل ما كنتم شايفين بالصور حاليا، امبارح بالليل دخلت بجهز شغلتين بسيطات عشان التصوير اليوم، فدخلت لقيت باب مكسور، انا مسروق والبراد او البن مسروقة. فيب اتوقع انه حمزة اعلن الحرب، لكن لحردها بطريقتي الخاصة باذن الله تعالى. واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ارك اكستنشن فير. بسم الله نبدأ. اوكي يا جماعة الخير، بما انه بدينا حلقة اليوم فخلونا نجرب نصيد. شلون بيصيدوا فيها هاي؟ بالله شلون بيصيدوا فيها؟ ما والله ما كنت اعرف يا زلمة، والله ما كنت اعرف كيف بيصيدوا فيها. ارمي اشوف. الو كيف بيرموا فيها يا جماعة؟ ما ادري، على كل حال بيعرف كيف بيصاد فيها هاي يقول لي، لانه بدي اصيد فيها. طيب ما علينا، خليها هون. اليوم شو لح نسوي او شو بدنا نعمل اليوم؟ خلوني اقولكم اول شيء اهم المستحدثات. جبت هاد، اوكي هاد شو اسمه اليونيكورن، اوكي امبارح لقيته، كان كنت عم اتفتح الماب بشوف لي مكان اسكن فيه، فشفت هذا اليونيكورن موجود، بده كان يمكن 10 حبات من جويري وهيك، فقلت له ولد تعال، ركبت عليه وروضته. وكان صراحة شيء مهم جدا انه يجيب لي اللي هن شو اسمه في البداية. تمام، بس اول شيء خلونا نتبع بعض الخطوات البسيطة اللذيذة. من ضمن الشغلات اللي بدنا نسويها اليوم انه لازم نحط الدودوات هدول هون وينزلونا بيض. هلأ على حسب معلوماتي، تمام، انه الدودوز هدول رح يعطونا بيض، وهذا البيض رح نستخدمه يعني بشكل اكبر. وين؟ بخلال البيض تبعهم لكبيلات البرايمال فير وكبيلات سوبريم. تمام، فخلينا نعطيهم اكل عشان ما يموتوا علينا، ونقول لهم جيبوا لنا بيض لو سمحتوا، اوكي لا تقصروا معنا. فايب هاي اول شغله. الشغله الثانيه، اليوم لازم نروض، واذا بدنا نروض معناتها بدنا اسهم او بدنا شو اسمه. انا عندي ناركوتيك، اتوقع انه عندي ناركوتيك والله يا جماعه. اوكي صح، على طاري حمزه سرقني، هين من لي الناركوتيك اذا حمزه سرقني. طيب عندي 4 دارت هون، طيب نكتب هون ارو، الارو بتتصنع هاي. اوكي عندي والله بصنعني 13 سهم، ممتازين. تدرون سوي لي كروسبو سريع سريع، كروسبو، لا مو هون الكروسبو تكتب يا حبيبي، هون اكتب. ايوه اعطينا واحد كروسبو، وبدي اسوي الابجريد. الابجريد اعطينا الابجريد ستيشن. تسوي العاديه، ما عندي بوليمر، بدي ميتال. لا يا ولد ليش يا شيخ، تعال بجيب لك ميتال من هون. اعطونا حبتين ميتال بالله عليكم لو سمحتوا. ايوه 32 اتوقع بتكفوني اساسا. طيب اعطيني هاي الابجريد، واعطيني كمان معاها القطعه الثانيه تبعها، شو كان اسمها؟ ايوه هي ممتاز جدا. هلا اتوقع انه البيت رح اكمله بس خلص هي الحلقه، لكن قلت ما بدي اضيع وقت ونستنزف قوانا ونحن عم نسوي هذا، فقلت يا ولد روح صور لك، صور اعطيهم الشباب خليهم ينبسطوا. طيب لنحتاج ميتال وفايبر وود، هدول عندي الشغلات كلها ايزي، وود وميتال وفايبر. اتوقع فايبر احتاج مع الوقت. ابجريد بدي اعلى ليفل ممكن احصله. ايش هو؟ تقولي انه كان في بايك عندي بالشنطه وسرقوا حمزه، يعني سرقوا حمزه ما ترك لي اياه. فيب الله المستعان. هي اوكي بقدر اسوي، حلو سوي لي منها 11 وحده، ممتاز شوبت الدنيا عندي، الوضع صار شوب كثير. متت موته غبيه هون قبل شوي وخسرت فيها اكس بي على شيء فاضي، بالزر قدرت اروح اجيب
البترادون الصراحة. طيب هاي هدول عنا 13 سهم، هذا على أولتون انه بيعطي 30,000 توربر. هذا السهم تبع مود اللي شو اسمه ما نزلتونا بيض؟ والله ما نزلوا، والله لازم شوفوا، لازم نسوي اللي شو اسمه. انتوا خلصتوا طفوا، خالصين ما هيك؟ وريني خالصين، خلص طفوا اساسا. شوبت هون عندي ليش ما ادري، الله مو مشكلة. على كل حال لازم نطلع، جيب هاي الفيميل كمان حطها قدامهم يا ولد، خليها تنزلنا بيض. شكله اذا كان بطيء بدنا نشوف، ممكن نحتاج اللي بس رح نحتاج كمان عسل، فلازم نروح على ايش هدول. الو، فلازم نروح على كف العسل اليوم. يب لازم نروح على كف العسل، لكن اول اشي بدي اشيك على هدول. خلوني اول شيء قبل معليش لسه طراي وجاي كثير. نحط كم فاير اوكي، لانه شفت شغله اذا بتطلع عن جد صحيحه فلح اكون انا من اسعد. تعال حبيبي تعال، تدرون شو بدنا؟ والله بدنا اللي جيب لي نص هدول مثلا، لانه بدي اسوي تيليبورت، حط لي اياه هون وشغل. حلو لايت فاير. طيب خلوني اورجيكم الشيء اللي انا اكتشفته او شفته اليوم وقتلوني الصراحه. طبعا انا بيتي شايفين هاي المنطقه اللي سكنت فيها هلا حاليا قريب على البيت الماضي كثير، لكن ادري انه قريبه بس شوفوا 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 ايش شفت هنا. هذا اللي قتلني شايفين، حتى تحت في بوس من هون، في بوس لهم هدول البشر. وين راح اختفى؟ ايوه ليكو هاد. بس المشكله شايفين اورنج ترايبس مان كاتب لي انه بسيف، بس وقت قرب عليهم بيكونوا كتير اجريسيف على فكره، كتير كتير اجريسيف يعني. خلونا نجرب نقرب له شو. شايفين شايفين هاي رسبا لي انا. طيب كان في واحد ثاني معاه هاي اوكي، هذا رشاش هذا رشاش هذا رشاش. طيب 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 كان في واحد ثاني معاه سبير، هو اللي خدرني وطيحني لتحت قتلني. فبدي اشوف هل اذا هدول قدرت اخدره كم توربر والله كان. بس مشكلة كيف الحق انزل اخذ الجريفن و لا 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 صعب صعب، الاجرو تبعه جدا عالي جدا عالي، وبيطلع على الجبال حتى يا جماعة. طيب بدي اشوف كان في واحد معاه سبير، وين راح؟ يا الليل شوف بدي مكان، هذا حيرش علي رش فما راح يمديني، مستحيل مستحيل. نزل تحت، عمزة نزل تحت راح علينا. لا والله لا والله، روح روح اشرد شوي. اها نزل ار جي وركب عليه. معاي بولا صح؟ ولا نعطيه سهم سريع سريع؟ والله يشوفه جاني صح؟ جاني، بدي اخدره اشوف هل بيزبط تقدير؟ اذا بيزبط تقدير بدون قدر. ها؟ وين راح؟ شفتوا الغدار؟ شفتوا الغدار؟ الله يخرب ذوقه. طيب في عندي شغلة ثانية أحسن، بدي الباراشوت هاي مو مفتوحة ليش؟ طيب في باراشوت ثاني صار المفروض، أيوة في باراشوت ثاني جيب. تعطيني الباراشوت لهون، احمل لي هذا بإيدك وامشي. وين الجزيرة تبعي؟ المفروض إني إذا نطيت من هون بقدر أوصلها المفروض، بس اشوف وين. ها المفروض هي انه تحتي يعني اوطى مني مو اعلى. لا والله اعلى. طيب ما العمل؟ كيف نوصل له؟ اطلع على الجبل هذاك وانط، ما لي غير الحل. سريع كثير وغدار، سريع كثير وغدار. هي اذا ما طاح لتحت كمان. طيب بنرجع بنجرب، انا ما بدي اخسر البترادون لانه بعرف حالي اذا خسرت البترادون بتكون مصيبة بالنسبة لي. متنا؟ لا. طيب وينك؟
وينه؟ عم يرمي علي بس وينه؟ شوف عم يرش يرمي قنا ايوه ايوه اعطي لا 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 بليز متت بس يمكن خدرته ما ادري اروح اشيك اروح اشيك بليز بليز يكون تخدر يرش 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 رش يا شباب برش رش طلق رشاش ما رشاش بس انا بدي الثاني تصور ما يتروض بعد كل هالعذاب اوكي صار ناقصني اكس بي تدرون كم او ماي جاد 27900 صار ناقصني اكس بي بقدر ارجع اخذ الاكس بي تبعي المفروض اوكي نام لا والله ما نام كيف لا طيح لا طيح لا طيح لا طيح لا طيح قاعد البوس قرب كان المهم ذاك انحشر جوا اموري تقريبا سليمة لازم اطلع اباكتو نام نام بس تجيب الاكل معي بفيق يا ترى بفيق بسرعة بفيق بسرعة لا يا ربي بليز اطلع بليز وين بيتي انا وين بيتي يا الله يا الله ايش قد عذبني بسرعة انت كمان يعني انحشرت ورا الافران على حظي جيب 77 وحدة والله يمكن فاء ما بلحه انا بعرف حظي انا حظي وبعرفه لفل المشكلة قديش كان والله بتسدوا لحد الان ما انتبهت على الفلو فاء ولا نايم الساعه اوكي الساعه نايم باخذ البترادون احتياط لانه هذا اذا مات انا بتبهدل اوكي بفي لا خذ اكل والله اكل والله اكل صحتين عوافي شي الى صوت جيب اللحم حبيبي جيب يا هلا ويا سهلا اوكي والله نت باد بس بدي اشوف هذاك الاورانج اللي كان معه رشاش شوفوا احنا عملنا نظره سريعه اوكي هو المفروض كان فوق هون وطاح بس وين راح؟ ما اتوقع هذا هو اي والله بليز يا زلمة بليز يا زلمة تمام ياف والله يا ردة الفعل اللي عنده شفتوا؟ اعطاها 360 يا شباب واعطاني بوم
والله لا اجيبك يا كلب، بس اجيب، استنى اجيب شوية قرع. جيب لي، مستحيل. ما لحقت ردة فعله ولا اسرع. كيف؟ اخ ما اتوقع انه يمديني والله عليه. دخل بيناته، نيمته. شيل ام هاي، شيل. نيمته صح؟ اي والله. اعطيه اشرب. او ماي جاد، مو طالع لي بسباي جلاس، مو طالع لي بسباي جلاس. ليش يا ربي؟ في روح برونتو، روح يلعن يا برونتو يا زق. لا ايوه، تعال تعال بسرعة بسرعة. او ماي جاد، ايش صار؟ دودو ريكس هدول. اما اح، في هون سباح شايفينه؟ بلو، الف الفا بلو. اوه، مع سبير 120 لفلو، مع سبير 100 الف. لا خلاص بكفي عذاب اليوم، عندنا مليون شغلة تانية لسه. شو، ما عندي شغلة عاملة غيرهم؟ طيب أول إشي نجربهم، بس الصراحة أخافوا من ذلك، أخاف يموتوا والله. هم الكبير الوحيد إنه ما بدي إياهم يموتوا، عرفت شلون؟ لأنه صاير نص ساعة عم بصور، أنا عم بروض ظهر، بس أنت ما شفت شيء يعني من العذاب. هلا بي أوميجا ريكس، ويلكم ويلكم اخوي. اوكي، هاي البحيرة تبع السيليكا صح؟ يب، ننزل ناخذنا شوية سيليكا. هاي شو هاي؟ لايت، فيذر لايت. طيب بما انه الوضع امن هون، بنزل بجيب لي شوي وبنمشي على شغلنا. بس ما يطب علينا الاندومينوس هلو. ايوه الوضع تتليج هون صار. طيب مو مشكلة، انا بدي اخذها لانه بسوي الكترونيك عشان اسوي الشغلات الثانية اللي هي التليبورت والسود تيرمينال، جدا ضروريين. واليوم لازم نبدا بالدلتا، على طاري لازم نبدا بالدلتا، لازم اقتلي اجيب البي اللي هي تبع الدلتا النحلة، مع انه اتوقع انه ما يمديني بسبب كثرة الديناصورات، بس بدنا نشوف يعني نحاول. اوكي اتوقع 10,000 كافيين زيادة. عمري انت برايم جريفن، هذا المود برايم برود سوبريم، ما رح يمدينا عليه. طيب هذا شنو؟ اوكي نجرب. اوه في بوس فوق شايفين. طيب هاي المفروض انه اذا روضناها تعطينا اشياء، لكن خلوني انزل الاورنج تيم. في حدا حيطب علينا من هنا ولا هناك؟ يمين شمال، ايوه بس ميتينج بيس. حلو حلو والله. تدرون لازم نروضها. اوكي بيبي، طيب خلونا نجربه. تمام، هيلث 112,000. طيب إلا اتاك، اتاك ذيس تارجت. ايوه عود لاي راسه هلا هاي. الو يا هلو، شو ما في حدا انا عم بحكي معه؟ كيفك؟ شو طيب اجريسيف يعني؟ روح اجريسيف. ايوه عمرش يعني بس علي ايمك نار. ها
ها؟ والله ولا طخها ولا لمسها. اما تعال. طيب ابو السبير جيب لي ابو السبير اعطيه اجريسيف. ايوه تعال 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 تموت. هلا يتنها الجريفون. تعال خلاص متنا متنا. السلام عليكم يعطيكم العافية يا شباب. والله مدري راح نجربهم، لكن خلونا أول شي نطلع على البيت نظبط كم شغلة ونكمل طريقنا نشوف لنا ورد. آل وردة صار عم بخربت اليوم، صار عم بخربت كثير يعني مو شوي كثير. طيب شوفوا اللي عم فكر فيه أنا كالتالي، تمام؟ المزرعة تبعي تكون هون تحت، حلو، بهي المنطقة تكون المزرعة تبعي. فوق هون يكون البيت، طبعا حنحط مود بناء وحنسوي أحلى تصميم رح تشوفوا حرفيا، بس بدنا وقت شوي. طيب خلونا نحط هدول رح ينزلوا لي هلا اجريسيف صح؟ باسف انت وانت كمان باسف. هلا هدول ما ادري عنهم والله ايش بسووا، بس هذا يلو تيم وخدرني، انا متاكد انه خدرني. ليفلو 172 ها 300 ومدري قديش، والله ما ادري بس ضعيف هذا، لازم لاقي لنا ليفل اعلى منه. طيب مو مشكله خليهم هون. طيب بدنا 4 كروب بلوت مؤقتا، هذا الشيء كله مؤقت طبعا رح نشتغل عليه، وبعدها رح نكبر ونوسع ونظبط ونسوي لهم جرين هاوس وكل الامور، لكن مبدئيا رح نمشي يا هويدلك يا هويدلي. تمام سيد اشك انه هذا رح يجيب لي سيد، فلاضطر اني اروض برونتو، والبرونتو المشكله انه ما فيني اجيب سدله حاليا. البرونتو ما فيني اجيب سدله، فاذا هاد اعطاني السيد فوالله مشكور. والله ما بيعطيني سيد، ما بيعطيني سيد، عم يعطيني عادي. طيب كليك يمين ما بيعطي شيء. اوكي برونتو، والله فيني اسوي سد لبرونتو. اوكي اجل خلينا نروح نجيب برونتو عشان نلوت فيه ونظبطه. ماما اضطرينا اذا لقينا نحله حنجيبها، النحله يعني ما بدها اشي. اوكي انتم ما نزلتونا ولا بيضه، والله العظيم مسخره هاي. اوكي لازم نلاقي حل، اتوقع لازم يتزوجوا اتوقع. طيب خلونا ننطلق ونقول يا رب ونروح على رحلتنا الاسطورية. شوفوا هلا المنطقة اللي هي هون جوا، اوكي هاي بقدر اسوي سبيد انا، المفروض انه حاطين مود سبيد. اوكي والله ما حاطينه ولا ايش؟ اوكي شكلنا مو حاطين. طيب مو مشكلة ونزيد له ليفلات، عنده ليفلات اساسا، نعطيه شوي سبيد. اوكي الضربات هون مغرية بيني وبينكم، بس هذا في موارد ما في شيء مهم يعني زيادة لي. طيب انا على كل حال اجيب التيم هيلبر، عندي تيم هيلبر والله اصبر. اوكي جبنا التيم هيلبر، عندنا شغلتين اساسيات البرونتو والفيوميا، هذول اذا جبناهم او حصلناهم هون جاي احصلهم وين؟ هون يا عيني. لو قال انا شو خطر في بالي اسكن هون، شو خطر في بالي؟ طلعوا النحلة بس انت، والله شكرا والله شكرا عن جد. ولا انت ايش معلم يا شباب؟ اذا شو وسطك بوس تفضل، يعني انا جاي اسكن هون كنت امبارح وجيت لقيتها فاضية. تفضلوا ايش فيها؟ تفضلوا ايش فيها وايش عليها. طيب اتوقع انه نلغي فكرة ال، والله ما ادري يا جماعة، احس انه راح ابلع وراح يبلع البترادون اللي معي وراح اتبهدل بهدلة ما بعدها بهدلة. اوكي في يوم يا
بس المشكلة في ناحو ابيكس فينيكس صح؟ مو ابيكس فينيكس هاي؟ ياب طبعا ما اتوقع اني انجو لكن بحاول. هل نموت ام لا نموت؟ في يوميا؟ هاي بركز معي، اوكي؟ ممكن تركز معي لو سمحت. اوه في غوريلا عمل علي اجرو، طبعا هو تحت عادي شي طبيعي. حلو بس انه اذا طلع لي حيخبصني. اوكي فينا نقول انه استيقظ. يا ويلكم، تعال نشوف شو قصة هاي الغوريلا اللي تحت. وينه؟ اهدى يا ولد اهدى. اعصابك برأيكم هلا حقدر انزل اخذ ذرة؟ اقرا علي. ليش ليش اخوي؟ ليش اخوي؟ ها ما في عسل اساسا، ما في عسل اساسا. تذوق. هي جيجا. يا اهلا يا سهلا. بليز ايوه جيب 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 جيب. بس شوي بس شوي بس شوي بس شوي. اهدي اهدي يا بنت اللذينة. اي 6000. كويسين كويسين كويسين. ابلان ابلان الحمد لله. نعمة كريم نعمة كريم نعمة كريم. طيب خذوني الثاوث ويست. ايوه هون بلاقي برونتو على الرواق، بس اهم شي نجيب البوليمر. يا شيخ على حالها كانت الفوته مثل اصعب من فوته هذا. طيب اوكي في فيل الفا ماموث. اوكي شايف شكله فيل من بعيد، شايفينه؟ طيب شوفوا في شغلتين رح اخربط فيهم، الالفا والبرايم. تمام شوفوا الالفا تبع اكستنشن مبين عادي كبله غريب، لكن الالفا تبع شو اسمه برايم الفير. وهي عود عارف اي واحد فرق بيناتهم على فكرة. والله مصيبة نفس شكل الكبير نفس القصة كلياتها بالضبط يعني، بس اللهم ممكن يختلف اللون يعني انه احمر واسود. لا هذا اوكي بقول من مود مدري مين. لا حول ولا قوة الا بالله. اوريجين يا اهلا. في بشر هنيك. اوه جرين هذا، تعال. معاه بولا ايمته الكارنو عمل علي اجرو. يا عفو الله يا عفو الله. بليز بليز اقدر اشرد بليز بليز. والله الاوريجن حاقد. اوكي فك 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 صح؟ يب فك. بس انا كيف اوصل لهذا هسه؟ مستحيل اكيد رح يلقطني. يب لقطني من هون. تفضل بيرانا متنا. حلو هاي براكي هون. حلو حلو حلو. ان شاء الله ما يكون في حدا ناحا.
اوكي بيعطيني 40,000. حلو ممتاز والله، حلو ممتاز ممتاز ممتاز. طيب بده خذ 300 ونرجع ناخذك، مو مشكلة. اتركه مشان ما حدا يجي يعمل عليه ياكو. بسم الله. هلا بقى هون دور على النحلة وانا ما شفت منها، للاسف اني ما شفت منها. اوكي هون انا متت، ذاك مخدر لساته ولا قتلوه؟ اوكي قتلوه والله، قتلوه وقتلوا جدته كمان. طيب ما علينا. اوكي هي الفا، الفا ما نقدر ما نستفيد منها شيء اساسا هلا بالوقت. بدي دلتا، بدي دلتا. هلكت هلكت والله هلكت، ما بحصل، ما ادري. بدنا لازم نشوف حل، ممكن يكون في تضارب المودات صاير فما عم يترسبين كل اشي مثل العالم، او انه في ديناصورات قوية كتير عم تقتل هاي الشغلات. تفضل تفضل، يعني تفضل استاذ علاوي. شو بدك فيني؟ لك شو بدك فيني؟ اعتقني بدي اجرب هدول. وينهم؟ اه تركته في البيت انا. طيب call to arms this item to create truth between. ايش صار؟ شربت اشي انا. اوكي هاي اتوقع انهم بتخليهم ما يعملوا علي ايجرو. اوكي هدول ترايب، خلونا نجرب هلا يعملوا علي اجرو ولا لا. هذا شو يلو؟ حلو والله ما عمل علي اجرو، والله ما عمل علي اجرو، والله يا عيال ما عمل علي اجرو. معقول؟ معقول الذي أراه أنا؟ مشكلة هل يا ترى إذا ضربته؟ المسكين في لهذا المسكين يا حرام. أيوة خد 547 هذا 67. هذا اكوس والله. شو اكلت انا؟ والله ما ادري. اوكي اخذت سيليستيال سول، نايس. بس ما عملوا علي اجرو، شفتوا؟ ما كنا منتبهين لنا نحن والله. المشكلة للأسف إني ماني شايف غير في ميل. ما شفت ميل لحد الآن. هل هن بيتزاوجوا ولا لا؟ مع إني أظن أغلب الظن إنهم ما بيتزاوجوا. فما راح يمدينا إنه نسوي من هون شو اسمه. طيب تعال عندنا شوف، خلينا نجربك على هذا الباراسورو بما انه ما في حدا. اوكي روح لشوف هل بيخدر. والله والله كفو، والله كفو، والله لا سطحوا، والله سطحوا يا زلمه. لك ويلكم يا شباب، ويلكم. اوكي اوكي انا لازم اموت هلا واروح على البيت مرتاح البال لانه صار عندي حراس. في قندول حراس بس وين هذا تبعي؟ صار البراكيو. ايوه 2 متر 60 متر. تعال يلا قوم قوم حبيبي يلا. والله ديم، والله ديم متونس يا شباب، والله متونس. هذول جبت البشر عن جد حرفيا حيكونوا فخمين، رح يقعدوا يحرسوا لي البيت مضبوط لانه حاليا. ادري انه ممكن تكون حلقة ما صار فيها اشياء كثيرة، لكن الصراحة اشوف هذا جدا تقدم اسطوري لانه الوضعية جدا صعبة. الحلقة الجاية لا احاول جه. اسمع 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 تعال انت، خليك مكانك، خليك مكانك، لا تحرك. ناخذ بترادون وننطلق على البيت. ما عاد شفته. السلام عليكم.
عارف شو بسوي. خد كل لحم. ايش تاكل؟ ايش الكبل اللي بتاكله؟ ما بتاكل كبل؟ كبل دودو ايج. يا عمي خد لحم مشوي. يلا تدلل. المهم حصلنا بترزم. اوكي يا جماعة الخير، هذا الحكي اتوقع ممتاز. بدي رأيكم بهدول، هل ممكن يكون في منهم امل؟ ممكن يعطونا يعني يكونوا خرج ترويض؟ ما ادري انا، اتوقع ممكن يكون خرج ترويض ولا لا. خلونا نقتل حالنا لانه اسرع طريقة نطلع البيت. ما عندي سدل. من امتى صايرين بس؟ اوكي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. مقاتليني السلام عليكم. والله دايم، والله فخمين. لسه بفكر اجيب اكثر. يب يب بفكر اجيب اكثر بكثير من هيك. دايم لا شكله عن جد خرافي يا جماعة. طيب براكيوف يوميا صافينا نزرع، صافينا نتقدم اسرع واسرع. ادري انه بطيء لكن السيرفر صعب جدا جدا صعب. طيب اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، استمتعتوا فيها. اشوفكم ان شاء الله بحلقات تانية. سلام عليكم.